I want to see it anyways. Not bad. Better than mine. Tito! شوف الناس الفاهمة يا عيال. OP champion bot, easy champion mid, easy devil champion top. ايه فكر لا بلعب champion صعب يا سوى زد افحط اجلس في برونز 10 سنين وما اطلع. بدل لما نجي تيم ويغلبك زي كده يلطشك. Very hard champion. You lucky يبلة. ما تخليك في برونز يا امي. كده لما تلعب قدام champion sustain يكون عندك أكثر من واحد بوك double بوك you can poke and bring him down but then go all in right. لا لا تروح من هناك. اي اي يا هو هذا جنجل والميد ما انت شايفينه والميد ليفل 6 ايش بك انت بلا قاعد تو يقول لي يا الله يا الله يا الله يا الله نو جنجل اللي جاني حمود بس اعطيني اعطيني شكرا. ايش بده هنا؟ حط ال فين قدامه؟ وات سلندر؟ هات اطبخ جالس وش تبغى يموت ما يبغى دبل اكلها دبل اكلها انا جاي انت بي هنا خذك خذها حقك I'm fine. Oh my god. Ah, right, okay. What does outscale mean? Outscale معناها اوكي طالع في الشامبيونين طالع في لوسيان مثلا وفين لوسيان في الايرلي جيم مره كويس لو لوسيان وفين ليفل 10 او ليفل 16 مين اللي يفوز؟ يعني فين في البدايه طلعت مره ضعيفه بعدين صارت اقوى منه كثير outscale معناها يصير اقوى منه في نهايه الجيم when a champion outscales someone لو وصل للليت جيم يصير اكبر اوت سكيل يعني يكبر زياده عن الشامبيون اللي قدامه next time ورد محل الجنجل and you die سوي هذا قبل ما تموت سويها ايو صالون من الشامبيونز لازم ايش هو هذا انا رحت عليه هذا بدا ايديا والله والله ما ادري ايش بيسوي يلا يا الله الشغلات البرونزيه العجيبه هذه اوكي يا وانا ما اخذك كذا اوكي اوكي باي باي نايس فلاش اكزاست اكزاست ضيعك ما في اكزاست أربعة برونزز قدام 5 برونزز هو كويس انه هو ما بيربطني مع البرونزز حق هو اللي هم بيسلك اللي جالس يا قادني في غرامة تصيد الحمامة تصيد الحمامة في قلبي تصاد عندك ألتي؟ طب استنى يا الله
في جيما. خلاص طب سيب لي جولد شوي. شير تعلم يا كلب امشي ابعد. اصلا ما خمسة كلات لازم ماتر حقي. اوه تيم معانا ناس ورانا. افا كلب اوتو شيلد اوتو شيلد اوتو شيلد وجع حسبته مات 60 مرة انا احسبه يموت. ذكرتني going down. يا الله ابغى العب جيم واحد اشتري 3 ايتمز. سيبك من حماده وتعال معايا ما تخسر انقلع وجهك تعال العب معنا جيم دحين. والله ما في احد يتلتني في الجيم زيك يا ريكو. تيجي تنت معنا ولا الله عليك محترف انت. تعال شوف استاذ الانت والتوكسيسي. ثلاث جنازه على الفارم من جد الفارم حيضيع مالينجيج في اي وقت ما له اي معنى. حتلاقيه دخل كده راح يتضارب قرر يسوي دبليو كيو اي والمينيون سوى فوش علينا وليه ما تجي اطالع فيه. اوكي ما انسى يا عيال الجيم دقيقة يمكن 30 ولا هذا انا اي دي سي هو جنجل. رحت اخذت الريت. ليه تاخذ الريت يا واد زعلان كان طالعت. اوكي ما تاخذ الريت مني يا ابوي الريت تديها لاي دي سي. لا اوكي why you take his red yes it's my fault definitely my fault. كارز اللي مفيدين ما ياخذ الكراب ما ياخذ ريدز في الليت جيم. الجنجل اللي ما يسوي اي شيء في الجيم خلاص اللي هي فولز داون ريلي هارد ياخذها. اوكي يا زباله. اوكي هذا شايفه هنا تفلش هنا قفشو استفتاء حريقه. اوكي ذا واز اجريسيف. ايش اللي صار علي؟ اوه قتله لا والله ما قتله. ايه ما شاء الله يحترفوا العيال. طاحي اوكي زعلان